السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة SDTV في كل مكان. مرحبا بكم في بث جديد وحلقة جديدة. سأقدم لكم في هذه الحلقة أفضل برامج لآخر شهر من عام 2016. البرنامج الأول إمبراطوريا، تطبيق حر مزود البث التلفزيوني المجاني عبر الانترنت لأكثر من 700 قناة دولية من أهمها بإن سبورتس. يقدم لكم تطبيق إمبراطوريا الرياضة، الأفلام، المسلسلات وجميع القنوات المدفوعة والمجانية لعام 2016 وعام 2017. التطبيق الثاني جوجل كيبورد أو جيبورد، لوحة مفاتيح لديها كل شيء حتى أشياء ومميزات لم تتصورها، السرعة والموثوقية والكتابة بالإشارة، إدخال الصوت مع بحث جوجل المتكامل والمصغر لديك في لوحة المفاتيح، يمكنك العثور على رموز تعبيرية وزيادة سرعة البحث والجيف أو الصور المتحركة من خلال مدخلات متعددة اللغات والتحول للغات بسهولة، بحث وتبادل مجموعة من المحتوى من جوجل، محلات ومطاعم، فيديو وصور، توقعات الطقس، قصص وأخبار، نزاع ورياضة، وكل ما تبحث عنه في جوجل تجده أمامك على لوحة المفاتيح. التطبيق الثالث بوستر، حرر جميع الصور ببساطة وسهولة واجعل منها صورة أنيقة جميلة أو مضحكة بعض الشيء. من ميزات بوستر وجوه الحيوانات الحقيقية وذو جودة عالية، أقنعة، إنشاء الجمال أو الإفراج عن الغضب، وأضف اللحي والكثير من القبعات والنظارات والورود والأشكال والنصوص، وكل محتوى بوستر ذو جودة رائعة والتحكم والتمركز باحترافية كبيرة. ستجد في هذا التطبيق كل ما تبحث عنه. التطبيق الرابع سجورلا أو ديس داي، هذا التطبيق الجميل يساعدك على معرفة الأحداث التي جرت في نفس اليوم، العطل، الأعياد وأحداث المشاهير الذي ماتوا أو ازدادوا في نفس اليوم، والأحداث الهامة التي وقعت في جميع أنحاء العالم. يمكنك اختيار تاريخ معين والبحث عنه ومشاركته مباشرة مع الأهل والأصدقاء عبر الشبكات الاجتماعية، يشجعكم على تبادل المعارف مع الآخرين وعلى الاستفادة أكثر. التطبيق الخامس أبسنت، ابعث بسهولة وشارك كل التطبيقات الموجودة لديك في الهاتف الذكي مع أصدقائك. يمكنك إرسال أي تطبيق أو لعبة مع أصدقائك عن طريق بلوتوث أو البريد والخدمات الأخرى التي تريد بكل سهولة وكل بساطة بدون تعقيدات مع تطبيق أبسنت. التطبيق السادس QR سكانر، نعرف الكثير على QR أو السكانيرات، لكن هذا التطبيق QR سكانر فهو أنيق، بسيط وفريد من نوعه.
يمكنك مسح جميع الرموز والكود بار بشكل مضمون وسريع إلى وظائف ذات الصلة، على سبيل المثال إضافة جهات اتصال إلى دفتر العناوين الخاصة بك، أو الاتصال إلى نقطة وصول واي فاي بنقرة واحدة، ومشاركة أي نوع من البيانات مثل وصلات المواقع والاستجابة السريعة كالشاشة والمسح الضوئي مع جهاز آخر. يتضمن رموز QR وصلات المواقع URL والمي كارد معلومات الاتصال بصيغة VCF وجدول الزمني للأحداث والكثير من المميزات. التطبيق السابع InstaSafe. يسمح لك هذا التطبيق الجميل حفظ الصور والفيديو من إنستغرام بسهولة تامة والحفاظ على جودة الصور كما هي في صفحات الإنستغرام. التطبيق الثامن Contact de Confiance. هو أداة لضمان سلامتك، يسمح لك لتبادل المعلومات مباشرة مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. إضافة الأصدقاء المقربين والعائلة إلى جهات الاتصال الخاصة بكم فقط، والسماح لهم بمعرفة أين أنت وأين الموقع والوقت المتواجد فيه هناك أو الذي مررت منه أين ومتى، حتى ولو أنك لم تجيب على اتصال أو رسالة. يشارك أفراد عائلتك وأصدقائك أين أنت بالضبط، حتى ولو أن هاتفك غير مشغل أو بدون بطارية أو خارج التغطية. هذا التطبيق المهم والرائع يقوم بربطك مع الأشخاص المهمين لديك عند الحاجة. يمكنك الالتحاق بهم في أي وقت أو معرفة أين مكانهم بالضبط أو إن كانوا فعلا في خطر. التطبيق التاسع فينشي. عشرات المرشحات الفنية التي تلهمك على تحرير الصور بكل ثقة وسهولة والنتيجة مذهلة. سأقول هنا ربما تطبيق فينشي قد تفوق على بريزما في تعدد المرشحات والجودة الهائلة. استجد المتعة عند تحرير صورك على هذا التطبيق الفريد من نوعه، أنصحك بتجربته. التطبيق العاشر Blue Words. يسمح لك وضع الكلمة المعدلة في كل مكان على دردشات وجميع الشبكات الاجتماعية والألعاب مع العديد من الحروف والأرقام والأنماط التي يوفرها هذا التطبيق الجميل. تغير النص إلى الكثير من الأشكال أو الأنماط أو الرموز على أي تطبيق. أتمنى أن تكونوا استفدتم وأعجبتكم هذه الحلقة، وأتمنى منكم الاشتراك والضغط على الزر لايك إذا أعجبتكم هذه الحلقة، ودمتم في رعاية الله وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.